مشاعر فيها مناظر تسقي فؤادي. هذه بلادي. لقد وصلنا أخيرا إلى القلعة العثمانية. الإطلالة من هنا رائعة. نعم، فالقلعة العثمانية تقع على هضبة مرتفعة، وذلك يمنحها موقع استراتيجي، فهي تطل على عموم بلدة فرسان. ولماذا سميت بالقلعة العثمانية؟ لأنها تعود للعهد العثماني، أليس كذلك يا أبي؟ صحيح، أحسنت يا مها. ألا تريدن الدخول إلى القلعة؟ بلى نريد. حسنا، هيا بنا. إنها جميلة جدا، وشكلها يدل على أن لها تاريخ عريق. أود أن أعرف المزيد من المعلومات عن هذه القلعة. أنا قرأت عن تاريخها قبل أن نأتي إلى الجزيرة. حسنا يا مها، هيا حدثينا. القلعة العثمانية هي إحدى المواقع الأثرية في جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان، وتعتبر القلعة إحدى الرموز البارزة في الجزيرة، وتقع إلى الشمال منها، وتقدر مساحتها بحوالي 500 كيلو متر مربع، وترتفع عن سطح البحر بعشرة أمتار، وهي تعود إلى الحقبة التركية، حيث استخدمت كمنطقة عسكرية. بنيت في مطلع القرن العشرين، والقلعة مبنية من الحجارة والجص، أما سقفها فهو مصنوع من جريد النخل الموضوعة على أعمدة من قضبان سكة الحديد. والقلعة عبارة عن بيت محصن تحتضن منشآت وحصون وبوابات وآبار ومرابط خيل ومستودعات. عفاف، انظري، منظر جميل. الفتحات كثيرة على جدران القلعة، ما هو السبب في ذلك يا ترى؟ هذه الفتحات تسمى المزاغل، وتستخدم لإطلاق النار أثناء المعارك التي دارت بين جنود الدولة العثمانية والمواطنين، وهي مصممة بطريقة تتيح لمن بداخلها برؤية واضحة لمن بالخارج. حسنا، يجب علينا أن نغادر الآن. لقد كانت جولة ممتعة. إن فرسان مليئة بالمناطق الجميلة والأثرية. نعم، وستتعرفنا في الأيام القادمة على المزيد منها، وما زالت رحلتنا في البداية يا أبنائي. سؤال الحلقة، لماذا سميت القلعة العثمانية بهذا الاسم؟ لأنها تعود للعهد العثماني أم لأنها تعود لعهد المماليك؟ مسابقة هذه بلادي، كل حلقة لها سؤال. الجوائز يومية عبارة عن قسائم شراء مقدمة من السيف غاليري. للمشاركة في الإجابة اتصل على الرقم 7-0-0-7-4-4-2 تحويل رقم 7. سهل ووادي فيها معالم وأطار دايم.